بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي معلومات جوه المشروع وعايز اعدل فيها، بس شايف ان اسهل ان انا اعدل في الاكسل، فممكن اصدر كل المعلومات على جدول اكسل وابدا اعدل فيها براحتي. ممكن اصدر معلومات المشروع كله او جزء منه، ممكن اقول له اكسبورت داتا واختار ايه الحاجات اللي انا عايز تصدر معايا، وهنا بختار الملف هيبقى موجود فين. تمام، يعني هختار مثلا هنا دوكيومنتيشن واسميه مثلا ASDF. تمام، سيف. فهو بيعمل الاكسبورت لكل البيانات في جدول اكسل. تقدر تفتح جدول اكسل ده وتعدل فيه زي ما انت عايز. تمام، وبعد ما تعدل طبعا مش هتعدل وترميه في الزبالة، لا، بعد ما تعدل بتروح عامل له امبورت وهو يفهم المعلومات اللي انت بعتها. تمام، هاجي هنا اقول له انا عايز ملف اسمه AS، اهو بفتح ملف اهوت. تمام، بلاقي الفالف ليست اهيت بقت موجوده. تقدر مثلا تعدل اي حاجه، تقدر تكتب مثلا اي كومنت انت عايزه، تقدر تعدل البايب لاين مثلا ده بدل ما هو 4 تخليه 3، بدل ما هو 3 تخليه 4، اي تعديل انت عايزه تقدر تعدل فيه. ده مثلا هقول له ان ده 3، ثلاثة، وعندي مثلا هنا مثلا ده خلي ده 5، وهكذا. عدل براحتك وبعد كده اقوله سيف واقفل الملف. ونروح لبرنامج الاوتوكاد اللي احنا كنا شغالين عليه نفس الملف، واقول له هنا اعمل لي امبورت داتا. تمام، اوكي، واختار نفس الملف اللي هي STDF واقول له اوبن. فهو يبدأ يفتح المعلومات وياخد المعلومات ديت. سيلكت بروجكت ريبورت وامبورت، عايز تعمل اني ملف اللي عايز تسحبه، اقول له مثلا دوت. اوكي تمام، اهو لو في اي تعديلات هو بينبهني ليها وبيقول لي المعلومة دي محتاج ان انت تعمل شيك عليها او تصلحها وكده. تمام، وممكن هنا تعمل فلتر، يعني تقول له انا عايز اعمل فلتر مثلا على حاجه معينه، في معلومه معينه مثلا عايز ابدا اشوفها، مش عايز اعمل تصدير لكل المعلومات. ممكن اعمل فلتر مثلا هنا، هقول هاجي ادوس رايت كليك واقول له فلتر فور، واقول له يساوي مثلا عندي رقم 475، ماشي 475، ادوس انتر فيعمل لي فلتر للرقم ده بس. بعد كده تيجي هنا تقول له الغي لي الفلتر. لو في اي حاجه ظهرت عندي ان هي اتعدلت فبيقول لي انت عايز تعمل اكسبت للحاجه ديت ولا عايز ريجكت، يعني انت موافق على التعديل اللي حصل في الاكسل وجبناه ولا مش موافق على التعديل. تمام، دي فكره الامبورت والاكسبورت في برنامج اوتوكاد بلانت 3 دي.